الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين سيدنا محمد. يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم إلهي ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن ولت بلايانا عصيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ نسيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. يقول الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. هذه الآية ترسل لنا رسائل لصغارنا وكبارنا وحكامنا ومحكومنا، أن النصر الحقيقي من عند الله، وأن الله هو واهب النصر، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر عباده. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقال تعالى: وكفى بربك هاديا وكفى بربك نصيرا. فنحن نطلب النصر من الله وحده، نطلبه بأمرين: إما مباشرا بالدعاء، كأن نقول: يا نصير انصرنا، ونسأل الله النصر، ونسأله أن ينصر إخواننا في بقاع الأرض، أو أن نطلبه بأن نحكم فينا شرع الله، وأن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نعتصم بكتاب الله، ونعتصم بسنة رسول الله، وأن نتوكل على الله، وأن نعد ما استطعنا من قوة، من قوة ظاهرة، ومن قوة باطنة، من قوة معنوية، ومن قوة نفسية، ومن قوة عسكرية، أن نأخذ بجميع الأسباب ثم بصدق وإخلاص، وأن نطلب ما عند الله بصدق وإخلاص، عسى الله أن يرزق النصر. هكذا قال الحق: وما النصر إلا من عند الله. يتجلى هذا المعنى واضحا جليا في غزوة بدر، حين لم يكن هناك تكافؤ بين الفريقين، فالمشركون لديهم 100 فرس وسبعمائة بعير، ومع المسلمين فرسان وسبعين بعيرا، لم يكن هناك أدنى تكافؤ بين الفريقين. ولكن حينما أخذ المسلمون بأسباب القوة وتجمعوا حول نبيهم، نصرهم الله، أمدهم الله بملائكة من عنده. في غزوة حنين كان المسلمون عددهم كثير، لم أرى غزوة المسلمون فيها أكثر عددا من حنين، ولكن حين تسرب إلى بعضهم العجب حتى قال بعض الصحابة لبعض: لن نهزم اليوم من قلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود لم تروها. الفارق بين الغزوتين هو القانون الذي لم يتخلف في الماضي، ولم يتخلف في الحاضر، ولن يتخلف في المستقبل. هذا القانون هو: وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. حدث هذا أيضا في العاشر من رمضان، في 6 أكتوبر، حينما تضافرت كل المؤسسات وأخذوا بجميع الأسباب، نصرهم الله نصرا مؤزرا. إذن يجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية، أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نتسلح بالعلم وبالمعرفة وبالقراءة، وألا نسمح لأعدائنا أن يزيفوا تاريخنا، ونسأل الله أن يمدنا بالنصر كما قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. نسأله سبحانه أن يرزقنا الصبر، وأن يرزقنا الثبات، وأن ينصر إخواننا في كل مكان. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.